اولا نختم الموضوع هذا الثري، والله يبارك فيكم ويعطيكم الصحه والعافيه. واوجه نصيحتي الثانيه والثالثه لاخواني من ذوي الاعاقه، يعني شل التفكير، يعني في بعض التفكير السلبيه. ادري كثير من الموجودين في البيوت ينظروننا الان عبر الشاشه من اخواني من ذوي الاعاقه، التفكير السلبي شله من راسك، هذا اول شيء. التفكير السلبي، احضر جمعات الاخوان من ذوي الاعاقه، نفس اللي نفس الاعاقه، نعم احضر، سواء في منطقه احضر احضر تواجد احضر، سواء المعاق او المعاقه او اسرهم او اللي عنده ابن، حتى لو اللي عنده ابن لسه عمره 7 سنوات 8 سنوات، احضر تراك بتستفيد احضر، نعم احضر. اي تواجد انت من الحضور 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 الحضور. ليش؟ لانه لما شخص، انا هذه انا جربتها في حياتي واستفدت منها شيء كثير، وهذه ودني الناس يستفيدون منها، لانك لما يصير فيك اصابه او فيك اي مشكله وجيت حصلت مثلا، لا لما حصل ماجد مركب الاطراف كيف يمشي عليها، لما عندي بتر جديد او عندي شخص بتر جديد لسه توه 6 اشهر، ممكن ماجد حصلت له مشكله سببت له مثلا جلس 6 اشهر 8 اشهر يعاني من المشكله هذه، مثلا من مشكلة مثلا في الطرف، في تركيبه للطرف، في الطريقة، يعطي الشخص خلال 5 دقائق يعطيه الطريقة المناسبة ويحل المشكلة عشان ما يوقع فيها. أنا كمثلا فيني إعاقة مثلا بعض الأمور اللي يستخدمها، أحصل أشخاص يعلمني يقول والله تسوي الطريقة هذه، ممكن هو عانى فيها بس إنه عطاني الشيء اللي يعني الشيء اللي خلاص بدل ما عاني 10 سنوات. أنا شفت أشخاص يسوقون سياراتهم، جيت ناظرت قلت اقدر اسوق السياره، اقدر اني اسوق سيارتي. شفت ناس يمارسون حياتهم اليوميه، شفت ناس متزوجين، تخيل لما تشوف لك شلل رباعي مع ابنه يا اخي دفه، والله العظيم يستشعر الشخص. وانا اشكر القناه، يعني وعيد بشكري على القناه بالوقف، دعمهم للوقف، الان ريع الوقف يرجع، يعني البرنامج الزواج يعني جزء نسبه 60 الى 70% من الزواج تكلفته متغطيه من الوقف هذا سنويا، على يعني اشكر جميع اللي ساهموا فيه، واشكر القائمين على القناه المباركه، واشكر العم امين الله يجزاه خير ويجعلها في ميزان حسناته وميزان حسنات القائمين عليه. يقول يعني ممكن ان في اشخاص ساهموا معنا الان ليسوا موجودين، ليسوا خلاص وقفهم يمشي والاشخاص يستفيدوا منه. لذا اطلب من اخواني، معليش ابو، اطلب من اخواني الاوقاف انهم يحرصون على الاوقاف ودعمهم للاوقاف. الان في وقف في القناه وما عاد بقى عليهم الا 28 يوم، نتمنى انه خلال نهاية الاسبوع هذا تجلسون هنا تستبشرون انه انتهى الوقت باذن الله، وبينما انه يدر عليهم مدى الحياة. حتى لو الواحد يقول بساهم بنص، لو بالهلال اللي في حسابه يساهم بها، والله العظيم انها ما يدري انها